معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري. مرحبا بك استاذ نظير. اذا قيادي في الحرس الثوري الايراني حذر دول الجوار من العلاقه بواشنطن، كيف تقرا هذه التهديدات وسط حديث قاده الحرس الثوري عن استهداف المصالح الامريكيه اذا تطورت الامور؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني هذه التصريحات التي يطلقها قادة إيران سواء منهم السياسيين أو العسكريين تعودنا عليها، وأظنها بل أكاد أجزم بأنها تندرج ضمن حملة يعني رفع الخطاب ورفع التهديدات، ولكن حقيقة الأمر هي النظام الإيراني هو يحاول أن يجد تسوية مع الأمريكان للحيلولة دون تطور الأمور إلى ربما ضربة عسكرية أو أن يحكم الحصار عليها بشكل كامل بحيث يعني يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني. لذلك فأنا يعني لا أتوقع أن هذه التهديدات هي على محمل الجد ولا لديها القدرة على فعل ذلك. لكن صحيفة فورين بوليسي ذكرت أن صراع طهران وواشنطن يضعف العراق أكثر، إلى أي مدى ترى ذلك والعلاقات العراقية يعني بالدول الغربية بدأت أكثر قوة، وكان آخر زيارة عبد المهدي لألمانيا؟ يعني من ناحية الحكومة العراقية فهو سواء تأثيرها سلبي أو إيجابي، يعني هذه الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة فهو بالحقيقة هو خيار عراقي بحت. يعني العراق هو يمكن أن يختار أن تؤثر عليه سلبا هذا الصراع، ويمكن أن تختار أن يؤثر عليها إيجابيا إذا اختارت ذلك. لذلك يعني أنا أرى برؤيتي أنه الآن تطور العلاقات العراقية مع بعض دول الغربية يندرج ضمن محاولة سحب العراق من الحاضنة الإيرانية، ومحاولة يعني تحييد العراق من هذا الصراع. وإذا كانت القيادة العراقية الممثلة بحكومة عادل عبد المهدي كانت تريد الخير لهذا البلد، فعليها أن تنفض أيديها من النظام الإيراني وتتعامل إيجابيا مع العروض الغربية. ويعني لا استبعد أن هذه العروض الغربية الولايات المتحدة من ورائها وهي من تشجع عليها، كما هو الحال بالنسبة للتقارب العربي للعراق. مسؤولون إيرانيون هددوا بإمكانية ضرب مصالح واشنطن في العراق وسط هذا الخضوع الحكومي في بغداد، سواء أركان الحكومة أو حتى الأحزاب والكتل بل حتى البرلمان، خضوع تام لحكام طهران. إلى أي مدى يمكن أن تنفذ إيران هذا التهديد في العراق؟ هذا أيضا يعني كما قلت لك هو يندرج ضمن يعني تصعيد لغة الخطاب. حقيقة لو يعني أردنا أن نعرف ما هي أدوات إيران حاليا في العراق من الناحية العسكرية، فهي لديها الميليشيات، والميليشيات يعني بالميزان العسكري لا يمكن مقارنة قوتها بالقوى الأمريكية، بل ربما اذا يعني اقدمت ادوات ايران في العراق المتمثله بالميليشيات على فعل عسكري ضد التواجد الامريكي بالعراق لربما يكون هو على شكل فخ يعني تقع به هذه الميليشيات، وسيكون هناك مبرر للولايات المتحده لضرب هذه الميليشيات. بل اذا اثبتت ان الولايات المتحده ان هذه الضربات التي تقوم بها الميليشيات هي باوامر ايرانيه، لا أستبعد أن الولايات المتحدة تقدم على تشكيل تحالف دولي لضرب النظام الإيراني كما شكلت تحالف دولي لضرب العراق يعني في 1901. ولكن إيران ربما تضطر يعني إذا زاد الخناق عليها ربما تضطر لاستخدام هذه الوسيلة. ماذا لو حدث وضربت إيران مصالح الأمريكية في المنطقة وخصوصا العراق، كيف ترى تداعيات هذا الأمر على العراق؟ هل نحن يعني على شفا حرب جديدة في منطقة الخليج عموما؟ أنا يعني أرى أن النظام الإيراني سيعمل جهد إمكانيته على الحيلولة دون الدخول بحرب مع الولايات المتحدة، لأنها حرب غير متكافئة، وستحاول يعني أن يعني
تصعد الخطاب إلى الدرجة التي ممكن أن يحدث الصراع، بعدها سيكون هناك يعني تنازل يعني كبير من النظام الإيراني والقبول بالشروط الأمريكية للحيلولة دون سقوط النظام نظامهم، وهذا يعني ما متوقع. هم لا يغامرون في إسقاط هذا النظام، وحتى ترامب هو قال نحن لا نريد إسقاط النظام الإيراني، إنما نريد أن نسحبه إلى طاولة المفاوضات. وبالنهاية إذا لم تجد إيران حلاً للخلاص من هذه العقوبات الأمريكية فهي ستلجأ إلى الخضوع والجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بكل الشروط الأمريكية. شكراً جزيلاً لك من إسطنبول، كاتب والباحث السياسي سيد نظير الكندوري.